السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حالكم يا شباب؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لكم ولنا العافية أجمعين. النهاردة مع بعض في المحاضرة الثالثة على قناة اليوتيوب كلية التجارة عين شمس لفرقة تانية انتساب مجموعة 3 ومجموعة 4. النهاردة ان شاء الله موضوع المحاضرة هنتكلم فيه عن دور الدفاتر التجارية في الاثبات. واضح ان عناصر المحاضرة هما عنصرين اثنين. هنتكلم في العنصر الاولاني عن طرق استخلاص الدليل من الدفاتر التجارية. هنتكلم في أول عنصر عن طرق استخلاص الدليل من الدفاتر التجارية. العنصر الثاني هنتكلم عن كيفية استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات أمام المحاكم، وكيف يمكن استخدامها لمصلحة التاجر، وكيف يمكن استخدامها ضد مصلحة التاجر. نيجي أول عنصر وهو طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية لاستخلاص الدليل. أنا عندي طريقتين، طريقة اسمها التقديم وطريقة أخرى اسمها الاطلاع. في التقديم يا شباب بقدم دفتر على المحكمة لتستخلص منه ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها، وللمحكمة أن تطلع على هذه الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير تعينه لذلك. طيب الكلام ده سواء كان من تلقاء نفس المحكمة أو بناء على طلب من أحد الخصوم، خلاص، يبقى اما من تلقاء نفس المحكمه او بناء على طلب من احد الخصوم، مع الاخذ في الاعتبار انه اذا تقدم احد الخصوم بطلب من المحكمه بان يقدم التاجر دفاتيره في الاثبات، هذا الطلب ليس وجوبا على المحكمه ان تجبه، ولكن الامر بيد المحكمه، اما ان تامر التاجر بتقديم دفاتيره واما ان ترفض الطلب ولا تامر التاجر بتقديم دفاتره. خلاص كده يا شباب. يبقى اذا في هذه الطريقه لا يجوز تسليم الدفاتر لخصم التاجر حيث يبحث فيها ويطلع على اثار خصمه، بل في التقديم بينبغي ان يتم الاطلاع بواسطه المحكمه نفسها او الخبير الذي تندبه المحكمه، ويجب أن يكون ذلك بحضور التاجر صاحب الدفتر وتحت مراقبته، والأمر ينتهي متى استخلصت المحكمة من الدفتر ما تريده من بيانات متعلقة بالخصوم. نيجي للاطلاع. الاطلاع هو إلزام التاجر بالتخلي عن حيازة دفاتره التجارية وتسليمها لخصمه ليطلع عليه او عليها بكل محتوياته وصولا الى الادلة التي تؤيد دعواه. خلاص كده. في الاطلاع بيتم الزام التاجر بان يتخلى عن حيازة دفاتره التجارية وتسليمها لخصمه لكي يطلع هذا الخصم بنفسه على كل محتويات هذه الدفاتر وصولا الى الادلة التي تؤيد دعواه. واضح جدا مدى خطورة هذه الطريقة من طرق الرجوع الى الدفاتر التجارية لاستخلاص الدليل منها. ممكن اسرار التاجر تفشى، ممكن افشاء اسرار التاجر متحققة في هذه الصورة لدرجة بعيدة جدا، لكن بالنسبة للتقديم هل إمكانية إفشاء أسرار التاجر
متحققة؟ لا طبعا، لأن الذي يستخلص الدليل في حالة التقديم هو القاضي أو الخبير، والقاضي أو الخبير ملزم بموجب قانون عمله بكتمان السر، ملزم بموجب قانون عمله بكتمان السر، وبالتالي إمكانية إفشاء أسرار التاجر صاحب الدفاتر التجارية التي يقوم القاضي أو الخبير باستخلاص الدليل منها غير متحققة في التقديم. لكن بالنسبة للاطلاع، إمكانية إفشاء أسرار التاجر متحققة إلى حد بعيد جدا، لأن خصم التاجر هو الذي يتولى استخلاص الدليل من دفتر التاجر. لما كان ذلك، فإن الاطلاع هو الاستثناء والأصل هو التقديم. يبقى الطريقة الأصل في الرجوع هو التقديم، الاستثناء هو إيه؟ الاطلاع. علشان كده، وده العنصر الثالث من عناصر المحاضرة، القانون نص على أحوال معينة يجوز فيها الاطلاع على الدفاتر التجارية. علشان كده القانون نص على أحوال يجوز فيها الاطلاع على الدفاتر التجارية. أولا، احنا خايفين من ايه؟ احنا خايفين على إمكانية إفشاء أسرار التاجر صاحب الدفاتر التجارية، خايفين على إمكانية إفشاء أسرار التاجر التجارية. طيب، إذا كان التاجر نفسه صاحب الدفاتر التجارية مش خايف من هذه المسألة، خلاص إحنا هنحميه؟ لا، وبالتالي يجوز لصاحب الدفاتر التجارية أن يتنازل عن هذه الحماية ويسمح للغير بالاطلاع على دفاتره التجارية. وعلى فكرة بقى، الشرط ده غالبا البنوك بتشترطه على عملائها، في بند كده في الاتفاق بدون العقود بتشترط على عملائها حق البنك في الاطلاع على دفاترهم بمناسبة السماح لهم بفتح اعتماد لديها. الشرط ده اهو اللي هو الاتفاق بالاطلاع ما بين التاجر والغير، بيبقى موجود في العقود، في عقود الاعتمادات ما بين البنوك والعملاء، بتشترط على هذا العميل بأنه يجوز للبنك بأن يطلع على دفاتر هذا العميل عند فتح اعتماد لهذا العميل لدى هذا البنك، وبالتالي يجوز الاطلاع على الدفاتر التجارية بالاتفاق بين التاجر والغير. ايضا هناك حالات منصوص عليها في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وعندي حالات منصوص عليها في قوانين اخرى. عندي حالات للاطلاع منصوص عليها في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وعندي حالات منصوص عليها في قوانين اخرى. هبدأ بالحالات المنصوص عليها في القوانين الاخرى. من هذه الحالات، واحد، حق موظفي مصلحة الضرائب، حق موظفي مصلحة الضرائب في الاطلاع على الدفاتر التجارية، هذا منصوص عليه في المادة 99 فقرة 2 و3 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005. اتنين، حق الحامل في حق العامل، حق العامل في الاطلاع على دفاتر رب العمل في بعض الأحوال، حق العامل في أن يطلع على دفاتر رب العمل في بعض الأحوال. ثلاثة، حق مفتشي العمل في الاطلاع على الدفاتر التي لها علاقة بالعمال، حق مفتشي العمل في الاطلاع على الدفاتر التي لها علاقة بالعمال. حق البنك المركزي، حق البنك المركزي في الاطلاع على دفاتر وسجلات البنوك، حق البنك المركزي في الاطلاع على دفاتر وسجلات البنوك. دي بعض الحالات المنصوص عليها في القوانين الاخرى. نيجي لأهم شيء، وهي الحالات المنصوص عليها في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. هذه الحالات واضح قدام حضراتكم ان هي اربع حالات يجوز الاطلاع فيها على دفاتر التاجر
من قبل خصم التاجر. هذه الحالات يجوز فيها للتاجر لخصم التاجر أن يطلع على دفاتر التاجر. وهذه الحالات هي المنازعات المتعلقة بالشركات، 2 المنازعات المتعلقة بالتركات، 3 المنازعات المتعلقة بالأموال المشاعة، 4 في حالة إفلاس التاجر. نيجي لأول حالة من هذه الحالات وهي المنازعات المتعلقة بالشركات. هذه الحالة بتتعلق بوجود منازعات خاصة بين الشركاء، هناك خلافات بين الشركاء بسبب صفاتهم كشركاء في الشركة أيا كان شكلها أو طبيعة نشاطها. زي إيه؟ خلاف على توزيع الأرباح، خلاف على توزيع موجودات الشركة عند تصفيتها. في هذه الحالة لكل شريك في الشركة أن يطالب بحقه في الاطلاع في هذه الحالة. يجوز لكل شريك في الشركة أن يطالب بحقه في الاطلاع على دفتر الشركة لتحديد حقوقه في مواجهة الشركة والشركاء. لكن يجب التفرقة ما بين شركات الأشخاص والشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1991 سنة 1981. يجب التفرقة بين شركات الأشخاص وبين الشركات الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981. بالنسبة لشركات الأشخاص هذا الحق قاصر على الشركاء طبعا المتضمنين والشركاء الموصين، شركاء المتضمنين والشركاء الموصين في الشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة. لكن بالنسبة للمساهمون في سواء كانت في شركة المساهمة أو في شركة التوصية بالأسهم أو الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فالأصل أنه لا يجوز لهم طلب الاطلاع على دفاتر الشركة بسبب كثرة عددهم. هذا من ناحية. الحالة الثانية أنهم ليس محظور عليهم ممارسة نشاط منافس لنشاط الشركة. خلاص كده يا شباب، يبقى إذا بالنسبة للمساهمين لا يجوز لهم بحسب الأصل الاطلاع على دفاتر الشركة، ولكن يجوز في أحوال مع مراعاة ضوابط معينة، يجوز مع مراعاة ضوابط معينة للمساهم أن يطلع على دفاتر وسجلات الشركة متى كانت له مصلحة جدية في هذا الاطلاع مع مراعاة الضوابط الخاصة بذلك والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. من هذه الضوابط 1 لا يجوز للمساهمين الاطلاع على محاضر مجلس الإدارة، لا يجوز للمساهمين الاطلاع على اجتماعات مجلس الإدارة. 2 لا يجوز للمساهمين الاطلاع على الميزانية وأرباح الخسائر في السنة التي يتم فيها الاطلاع، ولكن يجوز لهم الاطلاع على ميزانية السنتين السابقتين على السنة التي يتم فيها الاطلاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمساهمين الاطلاع على أي من دفاتر الشركة إذا كان من شأن هذا الاطلاع هو إلحاق ضرر بالشركة. إذا كان من شأن اطلاع المساهم على دفاتر الشركة المساهمة أو التوصية بالأسهم أو الشركة المحدودة، إذا كان من شأن هذا الاطلاع إلحاق ضرر بالشركة، لا يجوز للمساهم أو الشريك الاطلاع على هذه السجلات أو هذه الدفاتر. نيجي ده بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالشركات. نيجي للمنازعات المتعلقة بالتركات. المنازعات المتعلقة بالتركات، فإذا توفى التاجر فإنه يكون لكل من يقول إليه حق، فإنه يكون لكل من يقول إليه حق بسبب وفاته كوارث أو موصى له بعين معينة أن يطلع على دفاتر التاجر المتوفي. لهذا الشخص له أن يطلع على دفاتر التاجر المتوفي ليحدد ذاتية أو قيمة ما يقول إليه من أموال التركة إذا كانت بيانات الدفاتر لازمة لذلك. إذا كانت بيانات الدفاتر لازمة لذلك. 3 المنازعات المتعلقة بالأموال المشاعة. المنازعات المتعلقة بالأموال المشاعة، يقصد بالأموال المشاعة
يقصد بالأموال المشاعة الحالات التي يكون فيها المال مملوك لأكثر من شخص، يقصد بالأموال المشاعة الحالات التي يكون فيها المال مملوكا لأكثر من شخص دون أن يكون لكل منهم حصة مفرزة فيه، دون أن يكون لكل منهم حصة مفرزة فيه. خلاص، سواء كان الشيوع إجباري زي الميراث أو كان اختياري تم الاتفاق بينه وما بين عدة أشخاص على أن يتملكوا مال على سبيل الشيوع دون تحديد حصة كل منهم فيه، في هذه الحالة إذا كان الشيوع إجباري أو كان الشيوع اختياري يجوز لكل من الأطراف، يجوز لكل من الأطراف أو ورثتهم طلب الاطلاع على الدفاتر التجارية، يجوز لهؤلاء الأطراف اللي هو في الشيوع الاختياري أو في الشيوع الإجباري يجوز لهم الاطلاع على الدفاتر التجارية المتعلقة بالمنازعات الخاصة بهذه الأموال المشاعة وخاصة بهذا المال الشائع. نيجي للحالة الأخيرة وهي الاطلاع في حالة إفلاس التاجر، الاطلاع في حالة إفلاس التاجر. في هذه الحالة عندي تاجر أفلس وانهار مشروعه التجاري، خلاص أفلس وانهار مشروعه التجاري، في هذه الحالة يجب الرجوع إلى دفاتره للوقوف على حقوقه والتزاماته ولتحديد مدى مسؤوليته عن الإفلاس. في هذه الحالة تسلم الدفاتر، يعني في حالة الإفلاس تسلم الدفاتر للمحكمة أو لأمين التفليس. في هذه الحالة تسلم الدفاتر للمحكمة أو لأمين التفليس. في هذه الحالة يكون من حق أمين التفليس وهو نائب عن الدائنين الاطلاع على دفاتر المفلس، وهو نائب عن الدائنين الاطلاع على دفاتر المفلس، ولا يثبت هذا الحق لكل دائن بصفة الشخصية، ولكن هذا الحق مقرر لأمين التفليس، هذا من الغير وهو ممثل عن الدائنين في حالة الإفلاس يجوز له الاطلاع على دفاتر التاجر المفلس. خلاص كده يا شباب، واضح جدا من الحالات الثلاثة اللي هي المنازعات المتعلقة بالشركات والمنازعات المتعلقة بالتركات والمنازعات المتعلقة بالأموال المشاعة أنه لا خوف على أسرار التاجر التجارية بالنسبة لخصمه، لا خوف على أسرار التاجر التجارية بالنسبة لخصمه، إذ هو هذا الخصم يعني هو بدوره حريص على الحفاظ على هذه الأسرار، هو بدوره لهم مصلحة في أنه يحافظ على هذه الأسرار، فلهم مصلحة مشتركة في عدم إفشائها، فلهم مصلحة مشتركة في عدم إفشائها. أما بالنسبة لحالة الإفلاس فهو أمر طبيعي، بينما لم تعد للتاجر مصلحة في الاحتفاظ بأسراره التجارية بعد انهيار صالح مشروعه، في هذه الحالة تكون لدائنين ممثلين في أمين التفليسة، تكون لدائنيه ممثلين في أمين التفليسة المصلحة الكبرى في فحص هذه الدفاتر التجارية للوقوف على مدى مسؤوليته عن الإفلاس والوقوف على مدى الديون العالقة في ذمته لهؤلاء الدائنين. دي بالنسبة لأحوال الاطلاع على الدفاتر التجارية، وموضوع في غاية الأهمية خصوصا الحالات المنصوص عليها في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. نيجي لي آخر عنصر من عناصر هذه المحاضرة وهو استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات، استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات. واضح قدام حضراتكم أن هذه الدفاتر التجارية يمكن استخدامها في الإثبات لمصلحة التاجر، وممكن استخدامها في الإثبات ضد مصلحة التاجر، ممكن استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر، وممكن استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات ضد مصلحة التاجر. إذا تم استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات لمصلحة التاجر فإن هذا يعد خروجا على عدم جواز أن يقدم الشخص دليلا لمصلحته في الإثبات. عندي مبدأ في الإثبات بيقول إيه؟ أنه لا يجوز أن يقدم الشخص دليلا لنفسه في الإثبات. أنا لما أجي أقول أنه يجوز للتاجر أن يستخدم دفاتره التجارية في الإثبات لمصلحته،
كده بالظبط بقول انه يجوز له ان يقدم دليل في الاثبات لمصلحته، وهذا الجواز يعد استثناء على المبدأ الثابت في قانون الاثبات، وهو لا يجوز للشخص ان يقدم دليل في الاثبات لمصلحة نفسه، وهذا خروج بنص القانون. القانون التجارة اجاز للتاجر ان يستخدم دفاتره في الاثبات لمصلحة نفسه، ولكن في هذه الحالة يشترط توافر ثلاثة شروط. ولكن في حالة استخدام التاجر دفاتره التجارية في الإثبات لمصلحته أمام المحاكم يابد من توافر ثلاثة شروط. أول شرط أن يكون النزاع بين تاجرين، أول شرط أن يكون النزاع بين تاجرين. واضح جدا أهمية هذا الشرط. حضرتك يا تاجر هتستخدم دفاترك في الإثبات لمصلحتك، خصمك هو الآخر تاجر نفس الكلام هيستطيع أن يتمسك بدفاتره في الإثبات لمصلحته. يبقى أول شرط لابد من أن يكون النزاع بين تاجرين. اثنين، لابد أن يتعلق النزاع بعمل تجاري، لابد أن يتعلق النزاع بعمل تجاري. أخيرا، لابد أن تكون الدفاتر منتظمة، لابد أن تكون الدفاتر منتظمة. أما إذا كانت الدفاتر غير منتظمة فإنها لا تكون لها حجة في الإثبات أمام المحاكم، ودي جزاء من ضمن الجزاءات المدنية في حال إخلال التاجر بإمساك الدفاتر أو بقواعد انتظام الدفاتر التجارية، وهي أن لا تكون لدفاتره التجارية حجة في الإثبات أمام المحاكم، مع ملاحظة أن الدليل المستمد من الدفاتر التجارية ليس دليلا قاطعا في الإثبات، ليس له حجية قاطعة في الإثبات، وإنما يجوز إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات. خلاص كده نيجي لاستخدام الدفاتر التجارية في الإثبات ضد مصلحة التاجر. عندي مبدأ ثابت في قانون الإثبات بيقول لا يجوز إجبار الشخص أن يقدم دليلا ضد نفسه، في الإثبات. أنا لما أجي أقول أنه يجوز استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات ضد مصلحة التاجر، أنا كده بخرج على هذا المبدأ، الذي يقرب أنه لا يجوز إجبار الشخص أن يقدم دليلا ضد نفسه. هنا قانون التجارة أجاز استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات ضد مصلحة التاجر في خروج على هذا المبدأ، وعلشان كده بنطبق بشأن هذا الأمر أحكام الإقرار، أحكام إيه؟ الإقرار. والإقرار لا يتجزأ، بمعنى إذا كان خصم التاجر أراد أن يستخدم دفاتره في الإثبات ضد مصلحة التاجر، في هذه الحالة عليه أن يقبل الدليل المستخلص من الدفاتر بكامله، فلا يجوز له أن يجزئ هذا الدليل، بمعنى لا يجوز له أن يأخذ الجزء الذي يؤيد دعواه من هذا الدليل ويرفض الجزء ضد دعواه. لا يجوز له أن يجزئ هذا الدليل، إما أن يقبله كما هو، وإما أن ينحيه جانبا ويقدم دليل آخر في الإثبات. وبالتالي الإقرار لا يتجزأ، إما أن يقبل الدليل المستمد بكامله أو يرفضه بكامله. أما أن يجزئ هذا الدليل ويأخذ ما يؤيد دعواه ويترك الجزء الذي ينهض أو ضد دعواه فهذا لا يجوز، لأن الإقرار لا يتجزأ. بكده يا شباب نقول خلصنا مع بعض محاضرتنا، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.